أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بهداه إلى يوم الدين. وبعد، لازلنا في سورة الحجر، ووصلنا إلى الآية رقم 22، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذه الآية الكريمة فسرها القدامى بتلقيح الرياح للنباتات، يعني الريح يحمل يعني أعضاء التذكير إلى أعضاء التأنيث في الزهرة، فيؤدي ذلك إلى إنتاج الثمرة المباركة. ولكن الآية ليس فيها إشارة إلى النبات، فالحقيقة المقصود بهذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يسخر أشعة الشمس لتبخر جزءا من ماء البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات، ومن نتح النباتات، ومن تنفس الإنسان والحيوان. والبخار هذا يرسل رب العالمين رياح تحمله، فيكون سحب لا تمطر. هذه السحب التي تحمل بخار الماء لا تمطر، حتى يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى تلقح الرياح المحملة ببخار الماء بنوة التكثف. ونوة التكثف عبارة عن هباءات صغيرة من التراب تحملها الرياح، بعض المواد الصلبة من النباتات الدقيقة جدا تلقح بها السحب الحاملة لبخار الماء، فيبدأ بخار الماء في التكثف على هذه النواة، سواء نواة التكثف يعني النواة التي يتكثف عليها بخار الماء، فحتى يصل حجم قطرة الماء إلى الحجم المناسب، فيأمر ربنا تبارك وتعالى بإنزال القدر الكافي من هذه المياه في المكان والزمان الذي يحدده ربنا تبارك وتعالى. وذي قال: وأرسلنا الرياح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. لولا هذه العملية ما أمطرت السماء أبدا. يعني هذه العملية، يعني الشمس، أشعة الشمس تبخر جزء من بخار الماء من أسطح البحار والمحيطات، ومن أسطح الأنهار والبحيرات، من تنفس الإنسان والحيوان، من نفح النباتات، ثم يرسل رياح تحمل هذا البخار وترتفع به إلى أعلى، حيث درجات الحرارة يعني أقل منها على سطح الأرض، ويرسل رياح أخرى تلقح هذه الرياح الحاملة لبخار الماء بنوة التكثف، ويبدأ بخار الماء يتكثف على هذه النوة حتى يصل حجم القطرة إلى حجم مناسب، فيأمر ربنا تبارك وتعالى بإنزال القدر المناسب من هذا الماء في المكان والزمان الذي يحدده. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في إنزال الماء من السماء أحاديث كثيرة، كنت تعرضنا لبعضها في كلامنا عن الماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. فعجب الصحابة، يقولون: يا رسول الله، يأتي القحط لسنين متتالية، ثم تأتي سيول جارفة مغرقة، يعني كيف نفهم ما من عام بأمطر من عام؟ فيعيد صلى الله عليه وسلم نفس الجملة ويقول: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. فالمطر لا ينزل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا ينزل إلا بالقدر الذي يعني يقرره ربنا تبارك وتعالى، وفي المكان والزمان الذي يحددهما ربنا تبارك وتعالى. ختام الآية يقول: وما أنتم له بخازنين. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني أغلب الماء الموجود على سطح الأرض هو الماء المخزون في صخور الأرض، ليست الأنهار وليست البحيرات، ولكن الماء الذي مخزون في قشرة الأرض. طب كيف يخزن الماء في قشرة الأرض؟ رب العالمين بحكمته وعلمه يجعل الصخور المكونة لقشرة الأرض متباينة
في مسافات الفراغات الموجودة فيها وفي تواصلها مع بعضها البعض، وهذا يسمى بالمسامية والنفاذية. المسامية يعني إيه؟ كم الفراغات الموجودة بينه وبين الصخر، والنفاذية قدرة هذه الفراغات على التواصل فيما بينها. ولابد لكي يكون الصخر قادرا على خزن الماء أن يكون عالي المسامية عالي النفاذية، يعني فيه فراغات كثيرة وهذه الفراغات متصلة ببعضها البعض. سموها باللغة الإنجليزية porosity and permeability. البوروزيتي اللي هي المسامية، يعني كم الفراغات الموجودة بين حبيبات الصخر. التواصل هذه الفراغات مع بعضها البعض هو النفاذية، يعني قدرة الغازات والسوائل على التحرك في داخل الصخر. هذه الصخور عمرها ملايين من السنين، لم يلعب أي من البشر دور في تكوينها، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الصفة ما أصبحت أماكن كثيرة من الأرض صالحة للعمران. فربنا بعلمه وحكمته وقدرته يعلم أن هذه البقعة من الأرض سيقطن فيها ناس في زمن من الأزمنة، وهذه البقعة ليس فيها أنهار وليست فيها بحيرات، فيخزن لها الماء في صخور المنطقة، وهذا لا يخطر عليه إنسان. يعني هذا عمل قبل خلق البشر بملايين السنين، وزي قال وما أنتم له بخازنين، الذي خزنه لكم هو رب العالمين. وهذا الكلام ينطبق مش بس على الماء، النفط، الغاز، يعني أي ثروات أرضية أخرى الذي يهيئها لنا هو رب العالمين. ولذلك قال في هذه الآية الكريمة وأرسلنا الرياح لواقع، وهذه حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في القرن العشرين، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، يعني من الناس تشرب مباشرة من ماء المطر، وما أنتم له بخازنين. الذين يأتون من بعد هؤلاء الذين يرتوى بماء المطر يعني يجدوا كم هائل من الماء مخزون في صخور الأرض. صوروا حضراتكم يعني أن 96% من الماء الموجود على الأرض في البحار والمحيطات، 4% الباقية هذه تشكل البخار الموجود في الغلاف الغازي للأرض، تشكل كم الجليد الذي يغطي قطبي الأرض وغطي قمم الجبال، يشكل جزء من الهائل من المخزون في صخور الأرض. كل الأنهار، كل أنهار الأرض الجارية وكل بحيرتها المفتوحة يعني فيها 1/10% من ماء الأرض، يعني 1/10%. فانظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن يخزن لنا في صخور الأرض هذه الكم الهائل من الماء، وما أنتم له بخازنين. ثم يتلو ذلك قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، الذي يملك الحياة والموت هو الله سبحانه وتعالى، والذي يرث هذه الأرض بمن عليها وما عليها الله سبحانه وتعالى. يعني كل من على سطح الأرض من مخلوقات مصيره الموت، والوارث لهذا الكل هو رب العالمين. ولذلك قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، الذي يحيي الخلق هو الله، والذي يميت الأحياء هو الله سبحانه وتعالى. وإذن قال ونحن الوارثون للأرض ومن عليها وما عليها. بعد ذلك تقول الآيات ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. يعني هذه الآيات تتحدث عن الإنسان الأول، أبوانا آدم وحواء عليهما السلام. وكما أشرت في لقاء سابق أن كثير من الناس يؤمن بأن آدم خلق قبل حواء وأن حواء خلقت من ظل آدم، وهذا من الإسرائيليات، هذا ليس صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذه الدنيا في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فكل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قصة الضلع يعني الضلع هذه جاءت من الإسرائيليات ليست من الإسلام، والمسلمون قبلوها، لأن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني يوصي بالمرأة ويريد أن يعلمنا أن المرأة لها طبيعة خاصة
الجانب العاطفي عندها يتغلب على الجانب العقلي، وإن كان قد تكون أذكى من الرجل 1000 مرة، لكن يبقى الجانب العاطفي عندها هو الجانب الغالب. فيريد أن يعلمنا أن الأنثى لها طبيعة مغايرة تماما عن طبيعة الذكر. لذلك يجب أن تعامل بهذا المفهوم، أن الجانب العاطفي عندها يغلب الجانب العقلي، ولا بد أن يتعامل معها الرجل بهذا المفهوم. لكن لم تخرق من ضلع آدم، ولا يوجد ضلع آدم جزء مكسور ولا لا شيء حقيقة. فتقول الآيات بعد ذلك: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هذا عن أبوين آدم وحواء عليهما السلام. وبعدين الصلصال هو تراب الأرض، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحسن. التراب إذا اختلط بالماء صار طينا، والطين إذا ترك فترة يعني تخرج له رائحة، يسود لونه تخرج له رائحة غير مقبولة، حتى يرينا ربنا تبارك وتعالى أن ما في داعي للإنسان أن يتكبر أو يتغطرس أو يتعالى على الناس، هو مخلوق بتراب هذه الأرض. فلذلك قال صلصال من حمأ مسنون، يعني إذا جف هذا الطين صار صلصالا. والصلصال كلمة جاية من الصلصلة، يعني عندما يخبط يعطي صوت كالجلجلة، يعني صلصال. صلصال من حمأ مسنون، يعني من طين جاف اسود لونه وطلعت له رائحة، حتى لا يتعالى الإنسان ولا يتكبر ولا يعني يستعظم شيئا في ذاته. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ونحن نرى الآن هذه العملية تنطبق على كل البشر المجهولين حاليا. المرأة عندما تحمل يعني يتغذى جنينها من دمها في الأول، يتغذى من دمها، ودمها مستمد من غذائها، وغذائها مستمد من عناصر هذه الأرض، فكأنها تخلق من تراب الأرض كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن أبينا آدم عليه السلام. عندما يخرج المولود يتغذى على لبن الأم أو لبن مرضعة أخرى، وهذا اللبن مستمد من تراب الأرض وماء الأرض وعناصر الأرض، فكأننا مخلوقون من تراب هذه الأرض. طيب، وعندما يكبر ويفطم يبدأ يتغذى من الخضار والفاكهة الموجودة على الأرض، وهي مستمدة من عناصر هذه الأرض. فكأن الصورة التي بدأ بها آدم وحواء عليهما السلام تتكرر في زماننا الحالي. يعني نحن نأكل من ثروات الأرض، من منتجات الأرض، ومنتجات الأرض مستمدة من طين الأرض ومن العناصر الموجودة في هذا الطين. فذلك قال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. طبعا أغلب الغربيين لا يؤمنون بعالم الجن، وعالم الجن حقيقة، يعني القرآن يعلمنا أن هذه الأرض عمرها الجن قبل الإنس. ولذلك عندما قال ربنا تبارك وتعالى للملائكة إني خالق بشرا إني جعل في الأرض خليفة، فالبشر قالوا، الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الجن حكموا على هذا ازاي؟ من الملائكة حكموا كيف؟ من الجن الذين عمروا الأرض قبل الإنس. وأغلب المقولات التي تنتشر في عالم اليوم من الإنسان عمره 1 مليون و2 مليون و4 مليون سنة هو حكم على بقايا الجن، لأن الغربيين لا يؤمنون بالجن، لا يؤمنون إلا بالواقع الملموس المدرك. والحقيقة الإيمانية أن الله خلق خلقا يعني ذا إرادة حرة ووعده بالحساب وبالجزاء قبل أن يخلق الإنسان. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلا بد لكل مسلم ومسلمة أن يعلم علما يقينيا بأن هناك خلق آخر غيرنا،
لا زال موجودا بيننا، ونحن يعني أوصانا ربنا تبارك وتعالى بعدم التعرض لهم، لأنهم يروننا ونحن لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يعني غلطة كبيرة جدا يقع فيها الغربيون أنهم لا يؤمنون بوجود عالم الجن، لأنهم يعني تربوا على الإيمان بالملموس المدرك من كل شيء. هو لا يرى الجن، فطبعا لا يعترف بوجود الجن. وأغلب القضايا التي حكم فيها الغربيون بأن الإنسان له آمات طويلة، أما يجد مثلا كتابة في كهف من الكهوف، والكتابة هذه تؤدي إلى يعني التأكيد عن الذي كتبها له شيء من الذكاء. أقول يقول الإنسان، طب الجن سكن الأرض قبل الإنس، كانوا يصنعون أدواتهم من صخر اسمه الصوان، والصوان صخر حاد جدا، يعني صلبته عالية أقل من الألماس بدرجتين فقط، فكانوا يعملوا منه سكاكين والحراب ووسائل الاقتتال ووسائل الحفر، كله من الصوان، يسموهم فلينت إمبلمنتس. كل ما يلاقوا صوان مشغول يعني واضح ان فيه ذكاء شكله، يقوله الانسان، وهو ليس الانسان. اغلب الفلنت امبلمنتس صنعها الجن، لم يصنعها الانس. ولذلك اورد ربنا تبارك وتعالى هنا هذه الاشاره للتاكيد على هذا المعنى. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل، يعني قبل ان يخلق الانس من نار السموم. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في حديثه الشريف. بعد ذلك تتحدث الآيات في نفس الصورة، الآية 47، يقول ربنا تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا في الآخرة إن شاء الله أهل الجنة، يعني سينزع ما في صدورهم من غل حتى لا يحملوا معهم أي ضعف بشري كان معهم في هذه الدنيا. وفي صدورهم تأكيد على أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، كما قلنا مرات عديدة، هو سيد الأعضاء في جسم الأعضاء، يسموه the king of organs، ملك أعضاء الجسم، لأن كل المعاني المعنوية سواء كانت إيجابية أو سلبية محلها القلب، والعلم حديثا يؤكد ذلك مرات عديدة. بعد كده الصورة بتتكلم على سير بعض الأنبياء، يعني بدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام وآل لوط، وتكلم مع ذلك عن قوم عاد وقوم ثمود، يعني سعادة من الأنبياء. في قوم لوط يعني هم أول من حرف الفطرة السوية التي فطر ربنا تبارك وتعالى الناس عليها، فعاقبهم ربنا تبارك وتعالى عقابا شديدا. يقول: فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. يعني مواقع قوم لوط موجودة في أقصى جنوب الأردن، يعني لا علاقة لها بالبحر الميت الحالي. الناس كثير بيثيروا قضية يعني عدم المبيت في البحر الميت، أو الأكل من ثماره، أو الشرب من مياهه، وهذا خطأ كبير، لأن البحر الميت بينكمش بطريقة مستمرة خاصة في أيامنا هذه. البحر الميت الأصلي كان ضعف حجم البحر الميت الحالي، ضعف طوله. وقرى قوم لوط كانت جنوب البحر الميت القديم ليس الحالي، وقرى قوم لوط بعيدة حتى عن الحدود الجنوبية للبحر الميت القديم. وهذه المنطقة يعني من المعجزات الإلهية أن الصخور فيها موجودة مقلوبة رأسا على عقب، يعني ونحن يعني الذين يشتغلون بعلوم الأرض نستطيع أن نحدد عمر كل طبقة من الطبقات. فالطبقات هذه في منطقة قوم لوط مقلوبة، يعني الحديث أسفل والقديم فوق. وأنا ناديت مرات عديدة بضرورة تسييج هذه المنطقة حتى لا يبيت فيها أحد من المسلمين، وعدم الشرب من مياهها أو الأكل من ثمارها، ومعروفة محددة تماما. والألمان الذين رسموا أول خارطة جيولوجية للأردن حددوا هذه المنطقة، ونحن لا نستخدم ذلك حتى ورقة دعوة لصدق القرآن الكريم، لأنهم لا يعرفون هذا الكلام، لا يعلموا أن قوم لوط عوقبوا، لكن لا يعلمون أن الله تعالى قد قلب الأرض
يعني عليها سافرها كما جاء في الآية الكريمة. والقرآن يتحدث عن الإهلاك بالصيحة، وهذا أيضا من المعجزات العلمية في القرآن الكريم. ما أحد يعني قبل القرن العشرين كان يعلم أن الموجات الصوتية يعني يمكن أن تدمر الإنسان تدميرا كاملا. لو هي ألترا ساوند، لو هي أعلى موجات صوتية، أو إنفرا ساوند اللي أقل الموجات الصوتية، تدمر الإنسان تدميرا كاملا. فربي أول مرة يسمع الناس عن العقاب بصيحة. صيحة يعني موجات صوتية إما عالية الشدة أو منخفضة الشدة، وكلا النوعين يدمر جسم الإنسان تدميرا كاملا، يعني يفرك العظام يحولها إلى يعني دقيق، والإنسان حي فيموت الإنسان، يعني يدمر كل شيء في جسم الإنسان. ولذلك الإعلان في القرآن الكريم في حالات كثيرة بالعقاب بالصيحة من أوجه الإعجاز العلمي في كتاب الله، لأن أحد من البشر ما كان يعلم أن الأصوات يمكن أن تقضي على وجود الإنسان. وصورة تستعرض قصص عدد من الأنبياء السابقين، يعني وتذكر يعني صور العقاب الذي تعرضوا له. فيقول رب العالمين: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. طبعا قوم أصحاب الحجر هم قوم سيدنا صالح عليه السلام، والمنطقة معروفة الآن حتى باسم الحجر، يعني أو وادي القرى أو مدين صالح. والعقاب بالصيحة في ناس عايشين في بيوت منحوتة في الجبال، يبقى تردد الموجات الصوتية عنيف للغاية، يعني يصيب الفرد منهم ويرتد في الحجارة ويعود عليه، يعني ويظل هذه العملية كأنه يضرب بالسياط في كل لحظة باستمرار. يعني طريقة العقاب لقوم صالح عليه السلام كانت أشد أنواع العقاب بالصيحة، لأنهم كانوا يتباهون بأنهم نحتوا الجبال بيوتا، فكان موجودين في منطقة شبه مغلقة، فتردد الصوت في المنطقة المغلقة أو شبه المغلقة يكرر العقاب عشرات المرات في اللحظة الواحدة. ثم تختتم الآية السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. يعني متعود الحديث على الاستشهاد على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى علمه وحكمته سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض. وقلنا طبعا يعني القرآن يوجه أنظارنا دائما إلى التأمل في السماء والأرض، لأن دي من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. والله يا أخوات يعني كل أمر في السماء أو في الأرض يؤكد لكل صاحب بصيرة أن هذا الخلق لا يمكن أن يكون أن أوجد ذاته أو بذاته، أو أنه وجد بمحض الصدفة، لأن كل دقيقة فيه يعني محكمة إحكام لا يمكن يتخيله العقل. يعني الأرض مثلا كتلة من الصخر يعني على هيئة كرة معلقة في الفضاء 6,000,000,000,000,000 طن. طب من يحفظها إلا الله سبحانه وتعالى؟ 6,000,000,000,000,000 طن معلقة في الفضاء، لا يمسكها إلا رب العالمين، لا يحكمها إلا رب العالمين، لا يحميها إلا رب العالمين. الكون من حولنا مليء بعوامل القضاء على الحياة، ومن أخطرها الأشعة الكونية، يعني نوع من أنواع الأشعة المميتة القاتلة. يعني العلماء يحسبون لو حدث في الغلاف الغازي للأرض ثقب قطره بالمتر واحد لثانية واحدة، كانت كمية الأشعة الكونية الواصلة إلى الأرض أكثر مما يحتاج إليه لإفناء الحياة على وجه الأرض. طيب لذلك ربنا جعل للأرض نطق حماية متعددة،
الغلاف المناخ اولا او الغلاف الغازي، ثم احزمه الاشعاع، ثم النطاق المتأيد، ثم النطاق المغناطيسي، ثم النطاق الخارجي، عده نطق متتاليه تحمي الحياه من المخاطر المحيطه بها. اولا ليؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على اننا محتاجون في كل لحظه من لحظات وجودنا على سطح هذا الكوكب الى رحمه الله سبحانه وتعالى. وذلك أنا من أحب الأدعية إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فصور يعني لو كلنا لأنفسنا طرفة عين والله كنا هلكنا، كل ما على الأرض من أحياء لهلك. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فيعني نحن موجودون في أمان وسلام برعاية رب العالمين لنا على هذا الكوكب، ولولا هذه الرعاية لهلكنا وضعنا. وإن كان رب العالمين لا يعاقب الكفار والمشركين بطريقة مباشرة، هذا من رحمته، بيمد لهم الأمل حتى لما يحاسبهم يوم القيامة يجازيهم بما يكفيهم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميلة. حولنا 11 كوكب غير الأرض، يعني بالأرض عفوا، عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل ويورانوس ونبتون وبلوتو وسيدنا، 11 كوكب تدور كل منها في فلك دون اصطدام ودون ارتطام ودون مخاطر. علما بأن نيزك يضرب الأرض يعني يعمل فيها حفرة وبقاها نصف كيلو، ما بالك إذا جاء على مبنى من المباني ولا مجموعة من البشر قائمة، يعني ولا يحمينا من ذلك رب العالمين. الأرض ترطم كل ليلة بآلاف النيازك وملايين الشهب، ومن رحمة الله أن يجعلها تنزل في المناطق الصحراوية وسط الرمال أو الثلج صحراء الثلجية، ولا يقدر ذلك إلا رب العالمين. الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر، نعم، والشمس لها ملايين السنين تدور في مدارها، والأرض نفس الشيء والكواكب نفس الشيء. أبعد نجم أدركه الإنسان يبعد عنا 9.5 بليون سنة ضوئية. سنة ضوئية يعني عدد رهيب، يعني سرعة الضوء اللي مقدرة 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة في سنة من سنينا، يعني 300 ألف كيلومتر في 60 أصبح في دقيقة، في 60 أصبح في الساعة، في 24 أصبح في اليوم، في 365 وربع أصبح في سنة، رقم مذهل. الشمس معنا 150 مليون سنة ضوئية، يعني عفوا الشمس 150 مليون كيلومتر. أبعد نجم 9.5 بليون سنة ضوئية، 1000 مليون سنة ضوئية. فالكون الذي نحيا فيه يعني يشهد لله سبحانه وتعالى بأنه هو رب العالمين، هو خالق كل شيء، هو مدبر كل أمر، هو الذي يرعى خلقه في هذا الوجود حتى يلقونه في الآخرة إن شاء الله تعالى. وذلك يقول ختمنا سورة الحجر، وأقول أن الحجر هي مساكن قوم صالح عليه السلام، ثمود قوم صالح، وثمود يسمونه عاد الثانية لأنهم جاءوا من نسل عاد الأولى، فقوم سيدنا هود هم عاد الأولى، قوم سيدنا صالح هم عاد الثانية. ننتقل بعد ذلك إلى سورة النحل، وهي أيضا سورة مكية ومليئة بالإشارات الكونية. يقول ربنا في مطلعها: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، أمر الله بإفناء هذا الوجود، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أتى أمر الله يعني القضاء على هذه الدنيا واستبدالها بخلق آخر، أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يعني استفتح هذه الآية الكريمة بالتأكيد على حقيقة الوحي، حقيقة الملائكة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. رسالة الملائكة ورسالة كل أنبياء هو الإنذار بالبعث بعد الموت، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالحساب والجزاء، ثم بالخلود في حياة قادمة
إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. بعدين يتبع ذلك مباشرة بقوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. مرة أخرى إشارة إلى أن لابد للإنسان العاقل أن يتأمل بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض. الآيات المتحدثة عن السماوات والأرض في القرآن الكريم يعني مئات الآيات، لعل الإنسان بتأمله في ذاته أولا، وفي الأرض التي يحيا عليها، وفي الكون المحيط به، من يؤكد له على يعني وجود خالق عظيم خلقه وكلفه برسالة محددة في هذه الحياة. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالضوابط الدقيقة الفائقة الدقة المحكمة غاية الإحكام. تعالى عما يشركون، يعني الخالق هذا يعني لا يجوز أن يشرك عبد من عباده في عبادته شيئا آخر. قلنا أن بوابة الشيطان للإنسان هي الشرك بالله، يعني كل الأمم السابقة، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين آدم ونوح كان هناك 10 أجيال، يعني 10 قرون، والقرن يعني مش 100 سنة، القرن في اللغة يعني مجموعة من البشر عاشوا على هذه الأرض فترة زمنية محددة، والقرن قد يكون يعني آلاف السنين مش 100 سنين. قال بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد الخالص، لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك. أول صورة من صور الشرك كانت في قوم نوح. والشيطان مداخله للإنسان عجيبة، يعني لا يأتي الإنسان يقول له اشرك بالله، لأن مباشرة المؤمن يقول له لا لا. قال لهم: مات منكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي ونصبتم هذه الملابس على كراسي ووضعتم هذه الكراسي أمام بيوت الصالحين لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. مدخل في غاية الخبث وفي غاية اللؤم، يعني الجيل الذي وضع الكراسي أمام بيوت الصالحين من قوم نوح عليه السلام لم يعبدوها، لكن بعد ذلك عبدت، لأن الشيطان دائما يوسوس للإنسان أن البركة في التقرب لفلان من الناس، أن البركة في زيارة الشيخ الفلاني، أن حل مشاكلك في دعوة من مثلا أحد الرموز أو أحد الملوك، فيدخل في قلب الإنسان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون أن الشرك يمثلونه بدبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يعني يتسرب إلى قلب الإنسان دون وعي منه. ومن هنا القرآن الكريم يحذر دائما من الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده. بعدين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني النطفة دي لا ترى بالعين المجردة. النطفة في اللغة يعني القطرة الدقيقة من الماء. فهو خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني الناس اللي يتعالوا على رب العالمين بأي حق، اللي بينكروا الوحي، اللي بينكروا وجود الله سبحانه وتعالى، اللي بينكروا البعث والحساب والجنة والنار بأي حق، انت كنت قطرة ماء لا ترى بالعين المجردة. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بعدين بيضرب أماثل بخلقه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يعني من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه لم يخلقه حتى خلق له كل ما يعينه على الحياة في هذه الدنيا، وذلك آخر الخلق الإنسان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث سمونه حديث الخلق، يقول فيه أن الله تعالى خلق الأرض في يوم السبت، مش السبت بتاعنا هذا، يعني يوم من الأيام خلق الأرض يوم السبت، وألقى فيها الجبال يوم الأحد، وخلق التربة يوم الاثنين، وخلق النور يوم الثلاثاء، وخلق النبات يوم الأربعاء، وخلق الأنعام يوم الخميس، وخلق الإنسان في يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة. وهذا من عظمة العلم الذي يعني أنطق به ربنا تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من في هذا الزمن كان يعلم ذلك؟ يعني كل الكتب
السابقة على تنزل القرآن الكريم والتي شوهت يعني بتدخلات الناس، يزعم أن البشرية والحياة كلها خلقت في لحظة واحدة، الإنسان والحيوان بعد خلق السماوات والأرض مباشرة. يعني أول إشارة حقيقية في غير الكتب العلمية إلى التدرج في الخلق هو ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يمد لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. دائما ربي يذكرنا بنعمة إنزال الماء من السماء، وهي نعمة لا يقدرها كثير من الناس. يعني دورة الماء حول الأرض لا يملكها إلا رب العالمين، ما في بني آدم عنده عقل يمكن أن يدعي أن له دور في هذه الدورة. ممكن احنا تكلمنا في موضوع إنزال الماء من السماء، موضوع المطر، موضوع الماء عموما، أن الله سبحانه وتعالى أخرج من داخل الأرض من وسط النيران المشتعلة في درجات حرارة عالية أخرج لنا كل ماء الأرض، يعني 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من وسط نيران الأرض. كنا في مؤتمر في أسبانيا الأسبوع الماضي، وبعض الإخوة بيتخيل أن يعني تكلم عن إنزال المطر من السماء، ويقول لعل المطر ده الماء ده موجود في بعض الصخور الموجودة في الكواكب الأخرى فأنزلها ربنا تبارك وتعالى على الأرض. لا، قل فأخرج منها ماءها ومرعاها. والأرض بعد ذلك دعاها، ولما سئل ابن عباس ما معنى دعاها قال فسرها ما جاء بعدها. الأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها، يعني من داخل الأرض، ماءها ومرعاها. والماء هو الماء، والمرعى هو يشير إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يمثل الغذاء الرئيسي للنبات، أخرج منها ماءها ومرعاها. دورة الماء حول الأرض من أعظم الحقائق التي تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة. فكون أولا الماء يخرج من وسط نيران البراكين آية من آيات الله. لو بقي هذا الماء على سطح الأرض يعني لأسنة وفسد، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء يعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية فيفسد الماء. لذلك يعني قرر ربنا تبارك وتعالى أن ينقي لنا قدرا من هذا الماء بطريقة مستمرة، يعني يتبخر من أسطح البحار والمحيطات ونفس تنفس الإنسان والحيوان ونطح النباتات، يتولد البخار بأشعة الشمس، وبعدين الذي يرفعه إلى السماء هو ينقيه من كل ما به من ملوثات. يعني أنا قلت لو بقي الماء ده لا يتحرك على سطح الأرض ما وجدنا قطرة ماء تصل للشرب أو للري. فالذي يحركه في دورة الماء حول الأرض هو رب العالمين. يتبخر سنويا 1500 مليون كيلو متر مكعب من الماء من أسطح البحار والمحيطات، يعني 1000 من أسطح البحار والمحيطات و500 من اليابسة. لما يجي المطر رب العالمين يمن علينا ب 36,000 كيلو متر مكعب زيادة عما تبخر من اليابسة، وينتقص ذلك من أسطح البحار والمحيطات. طب من يحكم هذه الدورة إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذه الدورة والله أنا سألت كثير من علماء المناخ الغير مسلمين، يعني هل تتخيلون أن هذه الدورة تتم عشوائيا؟ قالوا لا. طب من يحكمها؟ لما نعرف لا يعرفون. ولذلك أقول أن دورة الماء حول الأرض آية من آيات الله تشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكون لم يأتي بالصدفة ولا بالعشوائية. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ترعون مشيئتكم وغنمكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرة إن في ذلك آية لقوم يتفكرون. كل نبتة وكل ثمرة ذكرت في القرآن الكريم لها حكمة ولا بد من البحث عن ذلك. كان معنا أيضا في إسبانيا سيدة فاضلة
تكلمت عن وصف القرآن الكريم في سورة الكهف، يقول يعني جنتين للأعناب حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تقول لما درست هذا الترتيب وجدت أن كل نبتة من هذه النباتات تلعب دور في مصلحة النبتة التي تجاورها. يعني جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تقول كل نبتة تخدم النبتة التي ذكرت في القرآن الكريم تالية لها، كل نبتة تخدم الأخرى. كلام جميل جدا وكلام يعني معقول، ونريد أن ندبر القرآن الكريم بهذا المفهوم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قلنا مرات عديدة أن تبادل الليل والنهار من أعظم آيات الله في الخلق، لأن كل أنواع الأحياء لا يمكنها أن تحيا في نهار دائم ولا أن تحيا في ليل دائم. تبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل على أن كل شيء في خلقه تم بحكمة بالغة وبتقدير عظيم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل يعني مخلوق من هذه المخلوقات له دوره في استقامة الحياة على الأرض. بعد ذلك يقول وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. كل خلق من المخلوقات المحيطة بنا والتي أوجدها لنا ربنا تبارك وتعالى يعني له دوره في استقامة الحياة على الأرض. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طبعا ما في أحد تأمل كيف خلقت الكائنات البحرية، يعني السمك الذي ربي يمن علينا به وأشباهه من الحيوانات البحرية بلحمه الأبيض اللذيذ الطيب المفيد يأتي من يعني الملوحة في مياه البحار والمحيطات شيء ضئيل للغاية. والله يعني الذي يتأمل كيف يعني خلقت هذه الكائنات البحرية بهذه الفوائد الغذائية العديدة من ماء يعني في ملح الطعام صوديوم، يعني كلوريد الصوديوم، يعني من أين أتى بناء هذا اللحم الطيب الأبيض الطري الندي المليء بالفوائد لصحة الإنسان؟ هذه آية من آيات الله لم يتأملها كثير من الناس. تستخرجوا منه حلية تلبسونها، اللؤلؤ، المرجان، الأصلاف، كل هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي يبنيها لنا في مياه البحار ونحن لا نتفكر في ذلك إلا قليلا. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني لولا قانون الطف الذي شكله ربنا تبارك وتعالى ما استطاع الإنسان أن يعبر يعني مترين من الماء، يعني لا يستطيع الإنسان. يعني ربي جعل قانون الطف يعني يحمل الكتل المتحركة فوقه، الآن حاملات الطائرات، حاملات الحاويات، المراكب العملاقة التي تحمل آلاف الأطنان من المواد وآلاف البشر. لولا قانون الطف الذي وهبه ربنا تبارك وتعالى للماء ما استطاع الإنسان أن يعبر شبرا من الماء. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يعني قلنا مرات عديدة أن الغلاف الصخري للأرض هو تكون بعد تكون الأرض بالكامل وتكون كقارة واحدة مركزها مكة المكرمة، ثم فتت الله سبحانه وتعالى هذه القارة الواحدة إلى سبع قارات الحالية، وبدأت هذه القارات مع دوران الأرض حول محورها تتباعد عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتحرك إلى يومنا هذا ولكن بمعدلات أقل، والذي قلل من حركتها إلقاء الجبال عليها.
وقلنا أن الجبال ألقيت بعملية إلقاء حقيقية، يعني وأعداء الإسلام ينتقدون ذلك على القرآن الكريم، والحقيقة أن كل الجبال تكونت بعملية إلقاء حقيقية، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. بدون الجبال كانت كتل القارات تجري على سطح الكرة الأرضية كما يتزلج الإنسان على سطح الجليد، ولذلك خلق الجبال نعمة من نعم الله، جعلت الأرض قرار، وهذا القرار يسمح أن يقام عليها بناء، أن يزرع عليها، أن تشق فيها طرق، أن تقام فيها منشآت. لولا تثبيت الأرض بالجبال ما كان هذا ممكنا للإنسان أبدا. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كان يعني رب العالمين جعل أن قطب الأرض الشمالي يتجه إلى النجم القطبي مباشرة، وهذا الاتجاه كان علامة ميسرة على الإنسان أن يعرف الاتجاهات الأرضية سواء هو في البر أو في البحر. إذا عرفنا الشمال الحقيقي يبقى على يمينه الشرق الحقيقي، وعلى يساره الغرب الحقيقي، وعلى امتداده الجنوب الحقيقي. طبعا علامات النجم هم يهتدون المقصود بها النجم القطبي، ولكن أيضا هناك تجمعات نجمية يعرفها علماء الفلك معرفة جيدة، يستطيعوا أن يحددوا بها الاتجاهات تحديدا دقيقا، لكن لعل المقصود هنا يعني هو النجم القطبي. وإن في آخر الآيات يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقلنا أن الخلق إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، إذا نسب للإنسان هو تحويل صورة قائمة من هيئة معينة إلى هيئة أخرى، فالخلق بمعنى الإيجاد من العدم لا يقدر عليه إلا رب العالمين. فقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني أنتم يا بشر لابد أن تقدروا أن الخالق سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأنتم لا تقدرون. وتختتم الآية بقول ربنا تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. طبعا الإنسان العاقل إذا تأمل الكون من حوله لأدرك أن في كل شيء آية لرب العالمين تدل على أنه هو الخالق، هو المدبر، هو الحافظ لهذا الوجود كله، فيستحق منا كل عبادة وكل تقدير وكل خضوع وكل خشوع وكل توجه بالدعاء دائما أن يأخذ بيدنا إلى ما يرضيه. ونتوقف هنا إن شاء الله لعلنا نكمل هذه الصورة في لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.